أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فنحن مع هذا الموقف الذي كان من امرأة إبراهيم حينما بشر إبراهيم بغلام عليم، فلا شك أنها كانت تتسمع هذا الخبر وتسمع تنصت إليه، فعلمت أن إبراهيم قد بشر بولد، فأقبلت في فرح، فأقبلت في سرة، في صيحة أو في جماعة، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. سكت هذا الوجه بناء على أنها تفاعلت مع هذا الحدث وهذا الخبر. وهذا السك إنما هو إصابة الوجه بالأصابع، ليس لطما وإنما هو صك. والصك دائما يكون بالمعنى الإلصاق، ومنه هذه الورقة التي كان التاجر يكتب عليها ويصك عليها ما يريد، ثم يعطيها لزبونه، فيقدمها هذا الزبون إلى شريك له فيعطيه بضاعة. مثلا قد يكون شخص مثلا يأتي إلى تاجر فيساومه على سلعة ويشتريها منه، لكنه لا يعطيه السلعة، قد يأخذ الثمن ولكن لا يعطيه السلعة، فيحيله على مكان آخر، على تاجر آخر، ويقول له اذهب إلى فلان الفلاني وهو سيعطيك. ولكن العلامة هي هذه الورقة التي تصك تدمغ، فإذا رآها التاجر الآخر عرفها وأعطى من يحملها ما في مضمونها من المال أو من البضاعة. هذا هو الصك، وهو الذي تحول واستعمل عند الفقهاء بمعنى الصكوك، هذه الأوراق التي فيها مبلغ من المال أو شيء له قيمة مالية، وهو الذي تحول عند الأوروبيين إلى شيك. صك تحول إلى شيك، شيك أصله صك، من عملة أو تداول كان موجودا في المالية الإسلامية القديمة. والآن يتحدثون كذلك عن القيم وعن الصكوك، الصكوك التي تصدرها البنوك وتبيعها، وفي البنوك الإسلامية تداول واستعمال لهذه الصكوك. المهم هذا المعنى أي اللغوي، أن الصك فيها المعنى. هذا الصك إذا كان بهذا أي إنسان أبدأ به عجبا، أو كانت للإنسان أي إشارة، أي كل شعوب لها إشارة للاستحسان، يمكن أن يكون هذا الشك أن الإنسان يضرب وجهه ضربا خفيفا، يمكن أن يبدي حركة يحرك رأسه، يمكن أن يبتهج أن يضحك وما أشبه ذلك. إذا كان ذلك عاديا يأتي بناء على انفعال داخلي فهو أمر لا شيء فيه، جائز. لكن الذي يتحول إلى معنى آخر هو معنى الاعتراض على قدر الله تعالى، هذا لا يجوز. لأنه إذا كان الأمر بهذا المعنى سكا وضربا بالأصابع خفيفا
في حالة ابتهاج فهذا شيء، لكن حينما تلطم المرأة وجهها لأنها فقدت مثلا زوجها أو ولدها هذا لطم الخدود، وهذا شيء شنيع، عمل قبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما بين بأنه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. إذا كانت المرأة في حالة من الهيجان فتصيب وجهها بتضرب وجهها وتشق الجيب وتقطعه، هذا غالبا ما يكون من تربية المجتمع ومن إيحاءات المجتمع، لأن المرأة التي يموت ولدها أو أخوها أو زوجها في كل الدنيا هي امرأة واحدة، لكن في بعض الجهات لا تزيد المرأة على أن تذرف بعض الدموع، لأن ثقافة هؤلاء أنهم لا يصرخون مثلا، أي غالبا ما ترون في بعض الجنائز نساء الأوروبيات مثلا يحضرن الجنائز ولكن يكون منهن دموع خفيفة وتدارى تلك الدموع، لكن هناك شعوب أخرى يكون من عادتها أن تتفاخر أو تتعاند في هذه القضية، فكل يزيد على الآخر. هذا كان شأنا في اليهود، أي ما كان اليهود يخالطون المسلمين، كانت إذا فقدوا أهلا شيء أحدا من أهلهم، المرأة اليهودية حينما تفقد بعض أهلها تصرخ وتحدث عويلا وضجيجا، ولهم في ذلك أيضا طقوس، فإنهم يشقون الجيوب ويلبسون الأسود وما إلى ذلك. لعل بعض المسلمين إنما أخذوا هذا من فعل اليهود، لأن هذا ليس هو المعهود في أمة الإسلام، وهذا أرجو أن يعرف هذا ويحدث به. لا بد أن كل واحد منكم يحدث بهذا أهله، زوجته وأخواته، لأن الحزن يرد، الحزن عاطفة طبيعية، ولكن هذه المظاهر هي مظاهر جاهلة، قد كانت موجودة بكيفية أكبر في مجتمعاتنا، كان هناك من يندب، لا المرأة لا تكتفي بلطم الخد بل تجرحه بحيث تبقى فيه ندوب، دائما الندوب هي آثار الجروح، وإلى درجة أن المرأة تعالج من تلك الندوب لمدة طويلة، أي المرأة إذا خمشت وجهها وخدشت وجهها كان يبدو فيها أثر الخمش والندوب، ويبقى ذلك لمدة طويلة، وتضطر المرأة إلى أن تعالجها ببعض العلاجات الشعبية، تضع عليه شيئا من التراب أو من الغسول، هناك نساء يقع منهن فيجبر ذلك بالغسول وشيء من هذا القبيل، لكن كل ذلك هو أثر من آثار الفراغ، أي لو أن المرأة علمت قبل، ليس في حالة الوفاة، حالة الوفاة انتهى الأمر، لو علمت المرأة قبل هذا أنها تستقبل الموت كما يستقبله الرجال، الرجال لا يفعلون هذا، قد يكون الرجل قد فقد ابنه وهو أعز لديه مما هو عند الأم، ولكنه تعلم من آثار الناس أن الرجال لا يفعلون ذلك، لا يضربون مثل الخدود. في بعض الجهات من الدول، بعض الدول العربية هناك رجال يضربون خدودهم في بعض الحالات، ترون بعض الأشرطة العربية لبعض الدول أن الرجل إذا وقع له شيء يضرب وجهه، احنا بالنسبة إلينا لم يجري بذلك العرف في المجتمع، لم يجري بذلك، وهذا حسن أن الناس، المهم أن الناس يجب عليهم أن يهيئوا المرأة لهذه، لأن الموت لا بد أن يحل بالناس، لا يمكن أن يبقى كل الناس، والمرأة تفقد حبيبا، تفقد ولدا، تفقد أخا، وتفقد عزيزا، تفقد زوجا، يجب أن يقال لها هذا قبل، فقط تعلم أنه ليس من شأن المؤمنة أن تفعل هذا اللطم وهذا، لأنه
شيء من التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. أنا ذكرت هذا استطرادا لأقول إن الحالة التي تحدث عن القرآن هي حالة أخرى، أنها قد أصابت سكة وجهها، ولكن في حالة من الدهشة وفي حالة من الفرح والسرور وقع لها هذا، ولكنه بالتأكيد لم يكن لطما. ثم قالت: هذه عجوز عقيم. والعجوز مشتقة في الأساس من العجز وهو الآخر. والعجوز كما ذكرت لكم في كتب اللغة لها معان أوصلوها إلى 80 من المعاني، أي ما يطلق عليه عجوز نحو 80 من معنى. لكن هنا رجل عجوز وامرأة عجوز، ولا يقال امرأة عجوزة، فعول هذه تستوي فيها المذكر والمؤنث. رجل عجوز وامرأة عجوز، إن كان احنا عندنا في الدارجة يقولون في بعض البلاد العجوزة، وهي لا استعمالا صحيحا. امرأة عجوز وامرأة رجل عجوز. قالت: عجوز عقيم. هذا ليس مبتدأ وخبرا، هذا عجوز وعقيم لا شك أن له ما يتعلق به كلام آخر بمعنى عجوز عقيم. لا تريد أن تخبر الملائكة بأنها عجوز وأنها عقيم، لأن الملائكة يعرفون منها ذلك، وإنما هي تتساءل، بدليل أن الملائكة ستجيبها. قالوا كذلك قال ربك، بمعنى أنها عجوز عقيم ولدت مورد السؤال. ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. هذه الآية تفسر هذه: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إذن ما هي الأسباب؟ هي عقيم، هي عجوز، زوجها شيخ، هذه العوامل كلها مجتمعة. إن الرجل إذا بلغ سن الشيخوخة وأصبح طائنا في السن لم يكن منه غالبا أن ينجب، وهي أيضا لا تنجب لهذا السبب الذي هو العجز وتقدم في السن، ولا تنجب كذلك لأنها عقيم وقد كانت عقيما منذ كانت صغيرة. فهذه كلها موانع من الإنجاب. ومع ذلك تسأل: أألد وأنا عجوز؟ فيقال لها: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أي قال ربك هذا الأمر الذي هو مستغرب، أي الأصل أن العجوزة لا تلد، الأصل أن العقيمة لا تلد، الأصل أن الطاعن في السن لا ينجب، هذا واقع. ولكن هنا الأمر أمر آخر. قال ربك، أي هذا قول لله عز وجل ومشيئة أخرى ألغت القاعدة، القانون الطبيعي أن العجوز لا تنجب، أن العقيم لا تنجب. سبب واحد كافي، أن العجوز شيخ لا يعقم، هذا واقع هو الأصل. ولكن هنا قال ربك، هنا قول آخر، أي مشيئة لله تدخلت فأبطلت هذا القانون العادي الطبيعي. وهذا أمر وارد، أي إن الأمر الإلهي أقوى من القانون الطبيعي، لأن القانون الطبيعي هو من إيداع الله أصلا. القانون الطبيعي ليس فرضا، ليس الطبيعة هي التي فرضته، القانون الطبيعي أجراه الله، وهو قادر على أن يسحبه وأن يزيله. وفلذلك أزيل هنا، فإذا كان القانون قانونا طبيعيا فهو قانون بأمر الله، وإذا أزيل هنا وكان الاستثناء أيضا فهو بأمر الله. ولذلك الملائكة خرجت من الحول والطول، لم تقل الملائكة نحن نريد ذلك، وإنما قالوا كذلك قال ربك، أي إذا كان هذا وقع وأنك ستنجبين، فليس لأن الملائكة تدخلت فجعلتك تنجب، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة ماذا يرى؟
ينظر دائما إلى الأسباب المباشرة، لأنه قاصر. الملائكة قالت لها ستنجبين. لو أمكن للإنسان العادي أن يقول إن هذين الملكين إن هذه الملائكة مباركة وقد أعطت الولد وفعلت وفعلت، فربما يتحول الإنسان إلى عبادة الملائكة. فلذلك استبعدت الملائكة هذا ودرأته وقالت نحن لا شأن لنا بهذا، هذا قول الله أي مشيئة الله نحن ننفذها، بمعنى أن الذي يعطي الولد دائما هو الله عز وجل. فإذا كانت الملائكة لا تعطي الولد وهي تصرح به وهي تبشر به، فكيف يمكن أن ينتظر من شخص عادي أنه يعطي الولد؟ قد يأتي إنسان إلى إنسان ميت ويقول له يا سيدي يا فلان أنا أتعاهد معك، أتضامن ما هك اسمه ضامن معك، أتضامن معك أن تعطيني الولد، فإن أعطيتني الولد لك علي أن أذبح لك كل سنة شاتا. ثم يقع بعد أن المرأة ربما كانت قد أخلفت لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، لم يكن الجنين يستقر، ثم كان ينزل، ثم من بعد ذلك أصبحت تنجب. لماذا؟ لأنه كان عندها فيما سبق أشياء تمنعها من المحافظة على الجنين، إما لأنها كانت ما زالت في مقتبل العمر صغيرة جدا، غالبا ما يقع هذا في حال الصغر، أو كانت تتعرض لبعض الهزات إما نفسية أو الخوف الشديد أو شيء من هذا القبيل. حينما تتعرض المرأة في بعض المرات حتى لأشياء مفاجئة أو لا تعرف أن حملها ذلك يتطلب عناية خاصة وأنها ممنوعة من بعض الحركات، يمكنها أنها تسقط الجنين تلو الجنين، لأن هذا سبب عدم الخبرة. فإذا انتفت تلك الأسباب السابقة، في المرة الخامسة أو السادسة قد تحمل ويكون حملها سليما وتلده. لكن هؤلاء كانوا قد ذهبوا إلى ضريح وقالوا لفلان تعطينا ونعطيك، مقايضة بيع وشراء، نحن لن نعطيك شاة بلا مقابل، نحن لن نعطيك شاة بلا مقابل، وأنت أيضا لن تعطينا ولدا بلا مقابل، أعطينا ولدا نعطيك شاة. يكون قد في الحقيقة قد أخذوا حق هذا، لأن الولد ليس ثمنه ثمن الشاة، شمتوه صافي، شمتوه داولوا الولد أعطاه الشاة. وفي بعض المرات يقول بعض الناس لا يمكن أن نخلف هذا لسنة واحدة، لو أخلفنا هذا ولم ندبح هذه الشاة يمكن أن يموت الولد، معنى الولد إدي ولده خلينا. كاين هذا الشيء ولا ما كاين شيء؟ راه كاين في الجهالة، راه كاين هذا في حد ذاته هو شيء ليس جاريا عن طريقة الشريعة فيه. إذا كانت الملائكة الآن تبشر بالولد ومع ذلك تتبرأ وتقول احنا خاطينا، احنا ما اعطيناش الولد، اعطاه الله تعالى، قال كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، نحن ليس لنا الا اننا بلغنا هذه البشاره اليك لا اقل ولا اكثر. هذا مزيان لنعرفه في مجال هذا الحراف الفكري الذي يقع، ان الانسان يتصور ان بشرا يمكن ان يعطي ولدا وهو غير فاقد، وهو فاقد للحياة بالأصل، أي يعطي من هو ميت ولدا فيه حياة، أي ميت يعطي الحياة، هو أصلا لا يمتلك الحياة، هو نفسه في حاجة إلى الحياة، هو في قبره. لو كان الإنسان يقرأ القرآن قراءة واعية ويتأكد من المعاني والمضامين لاجتنب كل هذا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء، إذن كل الحالات من الله تعالى، إذا أعطى ذكرا فهو من الله، إذا أعطى فتاة فهو من الله، إذا جمع له من الذكور والإناث فهو من الله، إذا منع الإنسان كل ذلك فمن الله.
إذن فليس لبشر أن يتصرف في شيء هو أساسا من اختصاص الله إلا إذا كان الإنسان لا يؤمن بهذه الآية. إذا كان الإنسان لا يؤمن بهذه الآية يمكنه أن يقول ما يشاء. والذين يذهبون ويدفعون في اتجاه إيهام الناس بأن بشرا ما يمكن أن يعطي يستغلون في الحقيقة هذا، لأنهم يعلمون أن ذلك كله يعود في نهاية المطاف إليهم. لأن بعض المرات يحسب الإنسان الحساب ماشي يحسب حساب نتيجة، هؤلاء سيذهبون إلى فلان، يقولون له أعطينا الولد، سيعطيهم الولد، سيذبحون أو سيحتاجون إلى ما إلى لمن يقدمون هذه الشاة، سيبحثون فسيجدوننا نحن نستقبل الشاة، بينما في نهاية المطاف احنا المستفيدون من هذا كله. وهذا الذي كان يفعل في كثير من الأنظمة الدينية التي لا يكون فيها الدين سليما، إنما يكون خادما لمصالح ولأغراض الناس. والذي يساعد على كل هذا هو غياب العلم الشرعي وغياب العقيدة الصحيحة وانتهى الأمر فقط. هذا لم يكن هذا كله لما سمعناه في كلام العلماء ولا في كلام الصحابة، كلام العامة، وكلام العامة فيه أشياء كثيرة، فيه أشياء كثيرة. هذا الأمر الذي هو العقم حينما يكون آفة في رحم المرأة أو في الرجل على حد سواء، يصاب به الرجل ويصاب به، ومرض ككل الأمراض. بمعنى إذا استطاع الإنسان أن يعالج منه، بعض الناس يسأل هل يمكن للمرأة أن تعرض نفسها على الأطباء وأن تفعل كذا وكذا وكذا، أم يجب أنها إذا علمت بأنها لا تنجب أن تتوقف عن ذلك وأن لا تفعل أي شيء؟ خطأ، هذا مرض. لين إذا إنسان عالج كما لو كان يعالج صداعا في رأسه أو ألما في بطنه أو شيئا في عينه أو شيء، كل الأمراض تعالج، وهذا مرض ليس هو الطبيعي. الوضع الطبيعي أن الإنسان إذا التقى الرجل مع امرأة يكون الحيوان المنوي قويا ويخترق البويضة تنجب في الظروف العادية، فإذا وقع خلل فذلك مرض يجب علاجه. وإنما أذكر هنا أشياء، إنما يجب العلاج عند المسلمين، ننبه لهذه القضية. هناك الآن عمليات كثيرة يؤخذ فيها الحيوان المنوي للرجل ويخصب به، يخصب به بويضة المرأة أي من الزوج، ثم يقع رعاية، تقع رعاية ذلك في أنبوب مثلا، في أنبوب. هذه العملية إذا تمت بمعرفة طبيبين مسلمين فهي سليمة، لكن أن يبقى الناس يبحثون عن الولد، وبعض المسلمين يفعل هذا في أماكن لا تلقي بالا لقضية النسب فيقع الخلط، فيذهب ناس مثلا امرأة مسلمة يذهب بها زوجها إلى دولة فيها طب متقدم ولكنها لا تحترم قضية الأنساب، وقد يؤخذ من حيوانه المنوي فيكون ربما ضعيفا فيجتلب لها ويؤخذ لها من البنك الموجودة، هناك بنوك للحيوانات المنوية موجودة كالأعضاء البشرية أو كذا، فيؤخذ حيوان منوي لرجل هي لا تعرفه وقد تظن أن هذا الحيوان المنوي هو من زوجها، فتلقح به بويضة المرأة. ربما في نهاية المطاف يكون هذا الوليد جنين أو الوليد حينما يولد يحمل سمات رجل مثلا أسيوي صيني، له علامات أشخاص صينيين أو سمات جنس آخر ربما بعيد تماما عن طبيعة الأب والأسرة والآباء السابقين، ليس في أبائهم من له هذه السحنة أو من له هذه الطريقة أو هذه الصورة في العينين. يقع هذا كثيرا لأن الناس كانوا لا يبحثون إلا عن الولد وما كانوا يسألون عن ذلك، ولذلك
كان الواجب أن هؤلاء إذا اضطروا إلى أن يفعلوا شيئا من هذا أن يفعلوه داخل بلاد المسلمين، لأن المسلمين على الأقل في الغالب لا أقول جميع، غالب الأطباء يحترمون الأنساب ولا يريدون أن يوقعوا الناس في هذا الخلل، يخافون الله، ويجب أن يذكروا بهذا، يجب أن يقال للأطباء إنكم إذا خلطتم الأنساب فأنتم آثمون، وهذا يقال له. ويجب بعد هذا وذاك أن يكون هناك فرصة للأباء للزوج وللزوجة، فرصة لاستحقاق إجراء الاختبار المنوي، اختبار الجيني، أي هناك الآن إمكانية معرفة إن كان هذا الولد من ذاك الرجل أو ليس منه، هذا مسألة ضرورية. أي يقال قبل العملية لفلان وفلان بأنه بعد هذا سيجرى هذا البحث، أي أن يقول هذا الشخص يقول أنا غادي من بعد غادي ندير بحث، فإذا اكتشف هذا البحث طبعا لن يحابي أحدا، إذا لم يكن ولده سيقول بأنه ليس ولده، وهذا جيد جدا في هذا الباب. في هذا الباب أذكر شيئا، في هذا الموضوع أذكر شيئا، وهو أنه بالنسبة للأوروبيين والأمريكيين وغيرهم من غير المسلمين أصبح مألوفا الآن أن امرأة مثلا تكون غير قادرة على الإنجاب تأخذ بويضتها، وهذه البويضة تلقح بخارج الرحم بالحيوان المنوي لزوجها، ولكن هذه المرأة تذهب إلى امرأة أخرى فتستأجر منها رحمها، فتقول لها كم تأخذين مني من أجل أن تؤجريني رحمك، بمعنى أن هذا الحيوان المنوي وهذه البويضة المخصبة من زوجين توضع في امرأة أخرى ثانية فتبقى عندها، فيبقى عندها هذا الجنين تحتفظ به وهو ينمو داخلها، فيسمون هذا في بالنسبة للأوروبيين الأمريكيين يسمونها الأم البديل أو البديلة كما يسمونها، الأم الثانية. لكن نحن لا نعرف هذه الأم كيف وضعها، هذا الحيوان بويضة والحيوان المنوي اللذان دخلا إلى رحم هذه المرأة، نعم، بأي صفة دخلا؟ هذا حيوان منوي لرجل أجنبي، إذن هذه امرأة أخذت مقابلا واستقبلت بويضة مخصبة لبويضة ولحيوان منوي لرجل ليس بينها وبينه أي علاقة شرعية، هذا الرجل الذي خصب به بمائه خصبت البويضة لا صلة بينه وبين المرأة الثانية، ما هيش زوجته، زوجته هي الأولى، ولكن الحيوان المنوي والبويضة كل ذلك أخذ وحقن وزرع في، إن هذا نوع من جديد من أنواع الزنا، زنا هذا زنا غير مباشرة لكن زنا بطريقة تقنية. هذه بالنسبة لأوروبا ولأمريكا أصبحت الآن مألوفة. بعض الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هذه العملية إيجار الأرحام من التجارات المهمة عندهم، أصبحت تدر على المرأة في بعض المرات حوالي 300 مليون، امرأة تستقبل جنينا ويبقى فيها وترعاه فتأخذ عن ذلك أجرة شحال 300 مليون، لأن بعض المرات يسألونك ما هو الحكم في إيجار تأجير الأرحام بهذه الصفة، لا يجوز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. غادي نوريكم واحدة أخرى. الآن يأتي هؤلاء النبغاء
والمكتشفون الجدد الذين يبحثون وينبشون في الشريعة الإسلامية عن الأخطاء، فيقولون الآن نساروا لو قلنا في الزنقة لا نريد تعديد الزوجات. تعديد الزوجات هذه مسألة ما عادت مقبولة أبدا. عدد الآن حالات التعديد هي حالة 1000، قل من 1000، 900 حالة في المغرب، 900 وشي حاجة، والناس فرحانين. الحمد لله قطعنا تعديد الزوجات. طبعا قطعت الزوجات علاش؟ لأن الرجل إذا أراد أن يعدد يخرج من باب واسع يطلقها، ما يسميو عليه تعديد، ما يمشي عند قاضي ما يقول له طلقها وصافي، يقعد هو يطلع ويطلع في المحكمة حتى التالي يقول أسيدي ما صلحتليش كذا كذا، نهار يطلقها يعطيها هذيك البركة ديالها صافي، والصباح يصبح مني ما سميو عليه معدد، ما خرجوه في الجرنان، ما قال له حدش راك دير، طلق وصافي، طلق وتزوج. داك الشيء اللي كان يدير واحد آخر مثلا أنه يتزوج امرأة ويعدد باش يجمع بين الزوج هذه وهذه لسبب وكذا، ما بقاش يدير هذا الانسان. فجاءوا الناس قالوا تعديد ما بقاش. صحيح ما بقاش، ولكن شنو اللي ولا في بلاصتو؟ الطلاق اللي بقى، ما تبقاوش تكونوا اغبياء. واش التعديد ما بقاش والطلاق ما كانش؟ كل امراه ما تعددش لانها اللي بغى يتعدل على المراه ما بقاش. لاحظوا اكثر اللي طلقوا كان عندهم غرض باش يعدوا، ما غير سيدي حنا خرجنا من باب واسع، هذا القانون ما بغى شيء، السلام عليكم تدي المراه ديالك، نرميوها ونشردوها ونصيفطها لدار العجزه، المهم اننا نخرجوا في الزنقه ونقولوا الحمد لله ما بقاتش المراه، ما كانش تعديل. واش كاين؟ كاين تشريد، كاين تشريد النساء، المراه تكون في واحد السن يرميها واحد الزوج ويرميها، ما عندهاش شو اللي يرفدها ولا خوها ولا كذا، شكون اللي غادي يهز المراه في هذاك الشكل هذاك؟ شكون غادي يهز؟ تدار ما يمكنها ما عندهاش فين تبات. قام حصلة في الناس تدور من دار لدار، هذا هو هذه النعمة الكبرى اللي جابوها. نعم، أنا ما لا أريد أن أطيل في هذا، وكاين اللي ما يعدد ما 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 يطلق، باش يفسدوا صفر يفسدوا الآن، هو المرة يخليها في الدار يبقى يزني، يقول لك الحمد لله وأنا ماشي معدد، لا ماشي معدد للزوجات، أنت معدد للفاجرات ماشي للزوجات. هذه مسألة الناس يضحكوا على نفوسهم وصافي، لأن الشعب ما عرفناش كيف يولينا حنا مكلخين كاع، ما كانش اللي يقول شي حاجة، حنا غير تخرج واحد شي واحد لهبيل ولا هبيلة ولا شي واحد عاطي له الفلوس من اللور وكذا يخرج في الزنقة والناس يوليو اللور، الفقهاء يبعدوا والآخرين يبعدوا وكل شيء، تناقشوا خصكم تناقشوا تهضروا هذا الشيء، تكلموا راه غادي تمشي للهاوية، راه المجتمع غادي يديه للخلا. ما يهمهمش هما المجتمع، لا ضد المرأة، لا شكون هي اللي الرجل كيدي الزوجة هذيك، راجل ولا شكون هي؟ تعديد ضد المرأة؟ الله أكبر، لا الرجل كيمشي يعدد يدي راجل؟ هذيك الزوجة الثانية ماشي مرأة؟ مرأة حتى هي شافت مصلحتها أنها باغي أنها تزوج، لا ضد المرأة، زعما بحال اللي غادي كيدي الرجل، الرجل كيطلق المرأة كيعدد يدي الأولى تكون مرأة ويدي عليها راجل. هكا معنا هذيك مرأة والثاني تجاوزها مرأة والثالثة، أنت راك ضد المرأة، راه أنت غير مع المرأة وراك غير مع الأولى، راك تتكلم غير على حق المرأة الأولى رقم واحد، ما زوجها والثالثة ما اعترفتلهاش كاع بالحق. على كل لنفرض الآن انتبه، هذا شخص له زوجة، من الأشياء التي تقع الآن اكتشف في نفس الماء في الماء، وكاين بزاف الاخوان وانا نقول لكم باش انتم تفكروا فيها مزيان وحتى نسيت تفكروا فيها مزيان، اكتشف في نهايه المطاف ان المراه لا تلد عقيم، دار المحاولات ما اجابش الله ما ولدتش، ماذا يفرض عليه؟ نقول له صافي صبر ما عندك لا شيء، اكلاش الولد هذا الولد ايضا شيء مشروع، ان يكون الانسان ولد راه معنى زينة الحياة الدنيا، ويرى أن الناس لهم أولاد ويخرجون ويضحكون، وما عنده شيء الأولاد هو والزوجة، يتمنى أن يكون له ولد. أنتم تلاحظون الأنبياء تمنوا أن يكون له، هذه امرأة عجوز وفرحت بأن لها ولد. لو أن هذا الزوج كانت له امرأة أخرى وله امرأة ما تلقاش، نقول ما تلقاش خليها ما تولدش ما تنجب، كانت له امرأة أخرى طبعا تنجب ما غاديش يدوا جوج كاع، الأولى لا تنجب والثانية لا تنجب، غادي يجي الثانية تنجب،
ما المانع أن هذه هذا الحيوان، هذه البويضة ديال المرأة الأولى تلقح بالحيوان المنوي ديال هذا الزوج وتوضع في المرأة الثانية؟ هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ علاش يجوز؟ يجوز لأن هذه زوجته وهذه زوجته، عقد شرعي. هذه الصورة الوحيدة اللي كاينة، راه ما عمرش واحد ما قالها لكم، راه ما كاينش إلا هذه الصورة، ولا حد قالها من الفقهاء. هذا في غير هذه بعد وحدة تبرر معنى تعديل الزوج. فإذا كانت هذه المرأة وجدت أن امرأة أخرى يمكن أن تأتي وهي ضرتها وتقبل معها أن تحمل عنها يوما، ماشي تأجرها، غادي تحملها وتساعدها، فتكون هذه ذات أولاد الآخر الأخرى ذات أولاد، ما المانع؟ أتظنون أن هناك شيء يشرعه الله ثم يتبين أنه باطل؟ يمكن أن يكون حاجة فيها كل حكم نص قرآني ويأتي بشر عاجز عن تسيير شأن بسيط في حياته ليسير العالم؟ ونقول له نعم، احنا جات 8 مارس نقولوا فيها كلام، و8 مارس قالوا نقولوا فيها كلام، و8 مارس حتى عندنا بقاش كاع الاسره كاع زير 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 في التاريخ. هذوك نقول لك السلام عليكم، ما بقاش كاع العقد، اللي بغى يدي شي مره يديها وصافي، كيما ترشق ماشي سيقها وجمعها في الزنقه، هكا المعنى بحال الاوروبي الان. فلذلك يحتفظ بهذا، ينتبه الى هذا. والمراه اذا كانت المراه التي لا تنجب، اذا علمت الان أن بإمكانها أن تنجب ولكن بواسطة امرأة أخرى لها عقد يربطها بهذا الزوج عقد شرعي، ستكون هي التي ترحب بهذا وتقول لزوجها تزوج ثانية لعل الله يرزقنا ولدا بسبب وجودها. هذا جزء من حكمة الشريعة الإسلامية التي ما تحدث الناس بها ولا أحد تحدث بها إلا الآن. الصورة التي موجودة في أمريكا، الأمريكيون ما ليس عندهم شيء اسمه حرام. امرأة تستأجر، كل امرأة لا تنجب تستأجر، كل امرأة فيها مرض تستأجر. إذا النساء يحللن مشاكلهن بهذه الطريقة، بطريقة الإيجار. نحن لا يمكننا أن نفعل ذلك. فما هو الحل عندنا نحن الأمة الإسلامية؟ هو هذا، هو أن يتزوج رجل امرأتين ويتفاهم هاتان امرأتان. كثير ما يمكن أن يقع، كثير ما يمكن أن يقع هذا، يقع هذا بيسر وسهولة. من نعلموش الناس هالتشنج هاك، بعد ما بقاوش نتكلموا بالعقل. دوك الان لو كان نمشيو نتكلموا حنا في التلفزيون، حنا طبعا الحمد لله ما غاديش يخليونا نتكلموا في التلفزيون كاع في هذا الشيء. قلنا سكتوا انتم كاع ما تهضروش، التلفزيون كاع ماشي ديالكم انتم، ما استدعوناش، عمركم ما استدعونا في هذا الشيء نقاش، ولا جيبوا شي نقاش هضروا، غير نشرحوا لكم حنا وجهات النظر، ولا انتم ما عندكم شي حاجه صح من هادشي قولوا لنا. عمرك ابدا، لأن عارف كي يتكلم الشارع الإسلامي ما بقاش شي واحد يهضر، لأن ما يهضروا غير التخلويض، غير التخلويض، غير الكلام الخاوي. فنقول إننا الآن يجب أن نحافظ على الأسرة ونحافظ على المرأة ونعطي المرأة ما أعطاها الإسلام. لا يمكن للمرأة يعني لا يمكنك أن تسلب المرأة حقها وأنت توهمها بأنك تأخذ لها بحقها من المجتمع، يمكنش. ما الذي يقع الآن؟ شوف هذه باش نختم، ما هي الأشياء بالضبط التي يقع فيها الحديث كثيرا ويقع عليه الإلحاح؟ هذه واحد العبقرية ديالنا راه تقولنا الناس، الرجال عندنا يحبون الفتيات بنات 16، ياك سمعتوا هذا؟ ها؟ 16يات، هذه تقول احنا غادي نجتهدوا اننا ما نخليوش الناس الرجال يديوس هذه النساء، هذه فكره 16يات غادي نقلعوها له، هذه شي وحده راه تحلف فيكم. مزيان، احنا غادي نخضعوا طبعا، احنا غادي قال لي قالوا لنا غادي نديروا، قالوا لنا 18 قالوا لنا ديروا حتى المراه مولات 30 عام نديروا 30 عام، احنا ما عندنا ما نديروا. وما يفهمونا احنا ما نفهموش. إذا قالك ما تزيد غير مولات 35 خصك دير 35، لأن ما يعرفوهم احنا ما نعرفوش، احنا ما قريناه ما فهمناه والو. نعم، وأنا دائما قلت هالمرة في مجموعة كبيرة ديال رجال القضاء محامون وكذا،
أنا نقرر باللي لا تتزوج امرأة قبل 18 ولو بشهر، ما نسمحوا لكش 18، إذن ولا هذا الرقم مقدس، صيبة هذا ولا دين، هذا ما بقاش اجتهاد، ما كانش 18 هي 18، أركان الإسلام خمسة ما فيهاش ستة، صافي من أسي خلينا نزوجوا في 16، لا 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 قاصر، واحد 18 قل شهري، لا 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 قاصر 18، ما نقول لك إلا 18، مزيان. أنا طبقت هذا القانون، فهم واش أنا نقول، طبقناه واللي جبرناه تزوج قبل من 18 غادي نديروا فيه، دي هذا القانون قولوا لهم في فرنسا، قولوا للفتاة عندك أنت تكوني في الزنقة قل من 18 ونجبر معك شي ولد ولا شي حاجة وتقول لك أش توريك أش تقول تقول لك هذا الشيء ماشي شغلك، هذيك حياتي، ما كانش فتاة في العالم تقعد حتى 18 السي محمد، راك مقلوب أنت، راك مقلوب، ما عندها 14 عندها صديقة وتجيب للدار عادي 16 14 5. الآن أنا نقول لكم أنا عندي الآن لائحة ديال الدول تقريبا كلها متى تسمح بسميتو باللقاء الجنسي، متى يكون من حق الفتاة والفتاة مجموعة من الدول تسمح في 13 14 15 الغالبية فيهم 15، ولكنهم ساكن الزواج لا، الزواج واعر 18. المرأة إذا كانت يضرها شكون اللي غادي يضرها، الحمل ولا العقد؟ إذا كانت غادي شكون اللي واعر عليها في الصحة ديالها؟ ما يبغيها لا الصحة ديالها تتدهور بالعقد، إذا مشات للخلا وباتت مع شي واحد بلا بالعقد معليش صحتها ما تضرش، الا حملت في هذه الحاله ما تنضرش، ها الا درنا لها الاجهاض ما تنضرش، الا جا وكتبوا لها ايوا تما الفضيحه، تما غادي يضر هذيك الكتبه يضرها، هكا راهم يقولوا لنا، هكا هكا راهم يقولوا لكم ماشي دي غير تكتب لها مسكينه الصحه ديالها تتدهور وما يبقى فيها ما يصلح وسهل. لا يوجد في الدنيا امرأة من الآن من غير المرأة المسلمة يمكن لك تحكي لها هذه الخرافة، تقول لها 18 انت خصك تهبيل، انت تقول لك السي حنا نكونوا فتيات في الثانوي في الابتدائي وفي الثانوي جيبوا لنا العازل الطبي، شكون اللي يديه؟ البنت تديه ماشي الرجل يديه، تعرفوا بلي العازل الطبي ماشي تبحت على الرجل، ديروه لنا في المقاهي ديروه لنا في الأماكن مجانا، ليش راكم ديروا العازل الطبي انتوما ياك ما تزوجوا حتى 18؟ واش كنت ندير العازل الطبي في المدرسه اللي ما فيهاش 18 كاع البنات تاعها كاع مازال ما وصلوش 18؟ شوفي تناقض، ونفهمكم المساله شنو هذه، وتعديد الزوجات عندكم تعدوا الزوجات، ردوا بالكم راها كارثه كبيره، قلنا احنا وسمعنا واطعنا، بغا مشوا الناس للبغاء والفساد الله يعاونكم روحوا الفساد، ما قلنا لكمش هذيك حياتكم الخاصه ما تدخلوش فيها، مهم العقد لا، إذا كان عندك 10 ديال الخليلات ما عليكش هذيك غير حياة جنسية خاصة، وما تدخلش كما الرئيس الفرنسي قال له، قال له ما تدخلش في الحياة الخاصة ديالي، منين قبضوا كاع الرئيس الفرنسي بالكاسك؟ قال ما هذيك حياة خاصة، إذا تزوجنا احنا ماشي حياة خاصة، وإذا أنت خرجت بالسكوتير حياة خاصة، إوا هذا الشيء اللي قالوا لنا، عنده جوج هذو غير الصديقات، أما المرة الأولى راه قاعدة في الدار هذيك. تعرف هذه القضية هو عنده صديقة في 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 الدار وحدة أخرى من بعيدة عليها 150 متر يمشي لها ثاني، حتى هذيك الزوجة هو غير كيضحك على اللي كان دارها ويكذب عليها، حتى هذيك يكذب عليها غير بلا عقد ويكذب عليها مع وحدة أخرى، وهذيك الثانية الثانية غير يضمن هذه لواحد أخر يمشي لها ثاني يهرب لها ثاني شي 150 متر وحدة أخرى من هنا، ومنين نقول لك شي ماشي شغلكم هذا شي حياتي الخاصة، وحنا بغينا نتزوجوا ماشي حياتنا الخاصة، بغينا نتزوجوا بعقد شرعي، لا ثم ضد حقوق الانسان ضد المواثيق، هاد المواثيق الدوليه كاع ما عندها ما تخدمي الا معنا حنا، تمنعنا غير حنا هاد المواثيق الدوليه غتشوف حتى اللي غتجبروا غير حنا اللي مفيزي علينا، ما تزوجوش وانتم زنيو، ما تعدوش وانتم ديروا صديقات، هكذا هذه اللغه اللي خصنا نتكلموها. لماذا يقع هذا؟ شنو ما هو السر في كل هذا؟ لا السر ماشي طبيعيه باش تسد نساء في 17 والتعديل لا 17، كاين شي حاجه نقول لكم شنو هو الحاجه، يقول هؤلاء الناس
هذه أشياء تخص المجتمعات الإسلامية بالدرجة الأولى. المجتمع الإسلامي اللي يتزوج مبكرة هي اللي تعدد، بمعنى هي اللي تنجب كثيرا وتجيب الأولاد بزاف. وإحنا ما بغيناش كاع حد هذا العالم يتعمروا علينا هاد المسلمين، بغينا ننقصوا منهم بأي طريقة. ما بغيناش نقول لهم تحديد النسل، ما بغاوش تحديد النسل، قلنا لهم ما تتولدوش ما سمعوش راسهم قاصح، ها؟ قلنا لهم وقلنا لهم وقلنا لهم الصحة الإنجابية، وقلنا لهم وقلنا لهم ما بغاوش. أرا ندير واحد نقصوا بعدا هاد العامين ربحوها من 16 ل 18 ربحنا جوج ديال البزوز، من بعدا جوج ديال الدراري ربحنا، ما دخلوش للكون. ما داش المرأة الثانية ربحنا داك الديفيلي ديالها اللي خمسة غتولدهم تهنينا منهم، واخا غير ديال الأولى. إذا دارنا الثالثة زادنا خمسة أخرين، ها ولاو خلينا في 15، خليو الخمسة الأولى إلا حصلنا بعدا نبقاو مع الأولى وجاو الثالثة. راكم فاهمين؟ هذا هو السر. علاش الناس مهتمين بينا كاع أنتوما كاع حتى الدرجة؟ علاش؟ حنا خاصنا الماء نشربوا مع الناس، حنا خاصنا العلاج. أنتوما تبيعوا لنا العلاج، تعرفوا باش تبيعوا لنا؟ تصنعوا لنا آلة عادية تبنتروها بالأبيض وتحسبوها بالأثمنة. إذا شفيناكم أعطونا الدواء، رخصوا لنا الدواء. تعرفون دواء السرطان شحال يدير؟ دواء ديال السرطان، علاش هذا الإنسان كيموت بلا باب؟ لأنه ما جبرش. ما يمكنلكمش أنتوما ديروا معاه شي حاجة؟ نديروا له جينيريك، نديروا له ماشي طبيعي. الأثمنة ديال العلاج في العالم ماشي طبيعية. قوى معينة تمسك بأرواح الناس. الله يجزيكم بخير، بغيتوا عاونونا في هذه المسألة، عاونونا في حياتنا، عاونونا في أشياء نحن نطلبها منكم. نحن محتاجون إلى أن نعمم الماء، هناك قرى ليس فيها ماء. عاونونا في هذه المسألة، ماشي تعاونني في المرأة كيف تلد ولا ثم دائما داخل غير في سراويل المرأة، ثم تضروا غير في سراويل المرأة. علموا، شوفوا لنا الناس. نحن محتاجون إلى بناء المدارس حقيقة، لأن التعليم عندنا ما يمكنش يمشي بهذه الطريقة. التعليم ديالنا عمره ما يمكن يكون معمم إلا إذا أزلنا الحواجز الحقيقية. التعليم يجب أن يكون في البادية ويكون مجهز. المدرسة لما تكون في البادية تكون مدرسة، المعلم عنده فين يكون، تلمد عندهم المطعم، عندهم محل فين يحتمي، وعندهم شروط ديال الدراسة. يمكن يجيو الأولاد يقراو ويكون ما بعيد شيء على السكن، أو إذا كان بعيد يكون النقل مجانا جزء من العملية التعليمية. أن المدرسة، كل مدرسة خصها تكون عندها باش تجيب الدراري. إلا بغيت الناس يطلعوا، أنت ما تلاهيت كاع حتى بشي حاجة، وأنت كاع كل شيء الشغل ديالك هو مع المرأة. فاك تزوج فاك تطلق، إذا طلقت فاك والمدونة شدتو فيها، المدونة شدتو فيها، المدونة شدتو فيها، ما كنتو ملاهين بهذه المدونة كاع حتى. زعما واش العالم هو هذا الشيء؟ واش راكم فاهمين هذا؟ فلذلك أقول إن هذا كله يخدم فكرة واحدة، هي التقليل من البشر، هذا البشر المسلم، لأن هذا كله يعني المسلمين، ما يعنيش شي جهة أخرى. سن الزواج يعني المسلمين، أما غير المسلمين ما يسولوش عليك. يقعد المرأة مع الرجل ويبقاو يولدوا حتى ترشق لهم واحد النهار ويقولوا غندير العرس. كتعرفوا بلي في أوروبا نهار يجي واحد المرأة تفاهموا حتى تفاهمي هي والزوج تاعها، كي يجيو يمشيو لديك الأميري يديو الأولاد ديالهم، ولدوا 4 سنين وهذا 5 سنين، وتمشي المرأة وهما يهزوا لها داك اللباس ديالها، اللباس ديال العرس، ولادها تزاد وهي عاد مشات دير العرس، وهي هزي لها كيقول له علاش راه دير العرس؟ هذاك الشيء حنا ما عندناش العرس، حنا عندنا العرس عرس. إذا قلنا عرس معناها أول مرة الرجل يتصل بزوجته. ولكن نحن الآن نجد الآن من الأشخاص الذين لا يهتمون، ديروا نقاش مجتمعي وما تفرضوش الأشياء لا بحكم ولا بالتخويف ولا بكذا ولا بالمنظمات ولا هذا، مو نقاش اجتماعي. أنت تقول لك اسمع، أنا ما قلتش أنا غادي نجيب لك جمعية الفلانية المتحدة، غادي نجيب لك فلان كذا، وغادي نقول لك أنت أصولي، أنت رجعي، أنت نكره لك الحياة ديالك. هذا الشيء اللي كنت تشوفوه، ها؟ هذا الشيء اللي كنت تشوفوه الآن خصكم تكونوا واعيين. طبعا لما تكونوا واعيين غادي تخلصوا شويه الثمن، ياك الانسان كيكون مكلخ معليش ما يخليوه ما ولكن هذه طريقه، هذا اختيار في الحياه ديالك.
اختيار، خصك تختار انت هذا الشيء وتقول بان هذا شيء لم ياذن به الله تعالى، وان الصوره الحقيقيه هي التي يقول بها الاسلام، والاسلام واضح وناصح، والاسلام يوجه الناس الى الخير فقط. اذا احتل الاسبوع مقبل ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.